الثلاثاء غادي تنتهي المهلة المحددة من قبل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للرد على طلبها من قبل الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بشأن الترخيص لطائرة البعثة المغربية بالنزول في مطار قسنطينة بالجزائر للمشاركة في نهائيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين. وحسب جردة الصباح فالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لم تتلقى أي رد من الكاف بهذا الشأن في الوقت لكي وصل فيه المنتخب الأولمبي استعداده للمشاركة في شان المقرر انطلاق الجمعة المقبل بالجزائر. واكتملت صفوف المنتخب الأولمبي بالتحاق جميع اللاعبين المدعوين لتجمع الإعدادي لدعا إليه عصام الشرعي مدرب المنتخب واللي كيحتضنوا مركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة من بعد ما خاضوا مباريات الجولة 11 من البطولة مع الأندية ديالهم. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كتنتظر رد رسمي من الكاف قبل إعلان القرار الرسمي بالمشاركة في الشان، خصوصا وأنها تسعى إلى تأمين رحلة مباشرة إلى قسنطينة لتفادي إرهاق اللاعبين وتعريضهم للمضايقات والاستفزازات في مطارات الجزائر، خاصة أن أي رحلة غير مباشرة قد يكون لها انعكاس على نفسية ولياقة اللاعبين. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.